الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي والناشين، جزاكم الله كل خير تقديم هذا المشروع والناشين انرجنسي هومز فور سيريا، الاول من نوعه بالساحل السوري. انتم السباقين بالخير ان شاء الله. هذا المشروع المقدم من احد المتبرعين بونيشن، كل متبرع مقدم $500 لهذه الشقه. هاي الشقه اليوم رح تقاوي اسره نازحه، اسره بتعاني كانت اطفالها من حر الشو من حر الصيف وبتعاني من برد الشتاء. نحن هم منطقة جبلية، على فكرة لأخلكم الشغلة في عنا معاناة كتير بالساحل، يعني ناس باركة بخيام شوادر، والله العظيم رح تشوفوا المستقبل إن شاء الله كيف الناس رح تيجي لهون رح تنبسط وكتير ناس رح تدعيكم. طبعا هذا المشروع كامل إن شاء الله، مشروع شقة سكنية تتألف من غرفتين ومطبخ وحمام وتواليت. طبعا بالإضافة لهالأمور كلها تعم نقوم بتجهيزات تريح الناس، يعني مجهول رئيسي، صرف صحي كامل، لجورة فنية كبيرة، عم نقوم بجدار ببناء جدار مدار يعني مثل إذا سور للمشروع كله. إن شاء الله في بير مي، إن شاء الله مخدم، إن شاء الله في كتير ناس رح ترتاح وكتير ناس رح تدعي لكم. يعني اليوم الله يجزيكم الخير، والله في كتير ناس رح تدعي لكم، والله بإذن الله يعني رح تشوفوا بعينكم كيف الناس باركة بالخيام، كيف الناس رح نجيبها من الخيام ونسكنه هون. كتير ناس عم نتلقى طلبات، بس والله إمكانياتنا بنتمنى تكون إمكانياتنا كبيرة، نتمنى تحسوا بهاي الناس أخوانكم هون بالساحل السوري. أنتوا عودتونا على الخير، نتمنى وأهل الساحل بيستاهلوا، والله منظمات هون ضعيف كتير. يعني أنا بتمنى أخواني بونيشن، أخواني الداعمين، أخواتي، أولادكم، أي واحد يحس بالأطفال الموجودين هون، الله يجزيكم الخير. السلام عليكم.